إننا حين ندافع عن الوحدة اليمنية إنما ندافع عن الديمقراطية وعن حق الناس في اختيار حكامهم. اليمني سام الاستبداد والفساد، فالدول التي يراد أن تنشأ على أنقاض اليمن الكبير لن تكون سوى مزارع استبدادية يتحكم فيها مجموعة من الأشخاص وبعض المقربين منهم بالسلطة والأموال. ما بتكونش الديمقراطية هي الضحية الوحيدة بحال تمزيق اليمن، لا، أيضا حقوق الإنسان وحرياته. لذا المحافظة على الوحدة اليمنية هام جدا، يوفر قدرا كبيرا من التنوع الذي يصعب إدارته إلا بالديمقراطية.